يقول السائل: اعتمرت أنا وزوجتي وحلقت أنا، أما زوجتي فلم تقصر نسيانا منها وحصل جماع، وفي أثناء الجماع تذكرت زوجتي أنها لم تقصر فأسرعت إلى القص، هل عليها دم أم لا، علما بأنها ناسية، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، عليها فدية، عليها فدية ذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، لأن الجماع حصل قبل أن تكمل مناسك العمرة، عليها فدية مع القص، تقص من رأسها ولا يفوت وقت القص، تقص من رأسها وعليها فدية عن الجماع. نعم.